بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم في المحاضرة الرابعة اللي هي بعنوان Major Impacts of Climate Change. يعني النهاردة نتكلم بقى الكلايمت لما بيتغير بيأثر ازاي على الناس. هنشوف مع بعض كده ريبورت حديث بقى له سنة، يعني اللي عاملاه ال WMO، والدبليو ام او دي اللي هي اختصار الورد ميتريولوجيكال اورجانيزيشن، المنظمه الدوليه للارصاد الجويه. يعني دبليو ام او ريبورت اون ذا جلوبال كلايمت خلال الفتره. طبعا شفنا الرسمه بتاعت الحراره دي كتير، وان الحراره في النهايه بتزيد، بس نشوفها بالارقام بقى بشكل تاني. من 2015 2019، الخمس سنين دول هم دول الورمست 5 بيريود اون ذا ريكورد. في كل ريكورد اللي عندنا الحديث، يعني اعلى خمس سنين ورا بعض جم درجه حراره الارض كانوا هم اخر خمس سنين. كذلك تركيز الجرين هاوس جاسز في الاتموسفير انكريز تو ريكوردز، واتفقنا قبل كده كذا مره عدينا ال 410 وتقريبا دلوقتي 420، وده ريكورد في اخر 400,000 سنه او 500,000 سنه، وريكورد كمان لحد 800,000 سنة على كلام بعض الناس. الـ global average temperature has increased by 1.1 degree من آخر ريكورد كان موجود في الـ pre-industrial period. يعني الحرارة زادت 1.1 degree، وده رقم كبير بس عن الأوقات اللي هي مع بداية الثورة الصناعية في العالم. لكن الرقم المفزع هو إن الفترة الخمس سنين دول بالنسبة للخمس سنين اللي قبليهم حصل فيهم زيادة 0.2 degrees، وده طبعا كلام يعني قاسي جدا. ده معناه ان يعني الدنيا ممكن تزيد بشكل كبير جدا في المستقبل. تاني الكربون دايكسايد continuously growing، وشفنا الرسمة دي بأكتر من صورة قبل كده، في آخر 400,000 سنة إن هو بيعلى ويوطى ويعلى ويوطى وهكذا حسب الجليشيرز والإنتر جليشيرز اللي كانوا موجودين. ولكن دلوقتي إحنا بقينا حوالي 420، فوق خالص هنا، كمان فوق أعلى من هنا بالنسبة للي كان بيحصل في آخر نص مليون سنة. كربون دايكسيد جروث ريتس نيرلي 20% higher than the previous 5 years. بالمقارنة آخر خمس سنين بالمقارنة بالخمس سنين اللي قبليهم فيهم زيادة حوالي 20% في تركيز الكربون دايكسيد، برضو رقم كبير، وفيهم زيادة 0.2 ديجري سي في درجة الحرارة. والنهاردة 420، والكلام ده كان مكتوب في 2019 اللي هو زاد عن 410 ال CO2. Well, climate change causes and impacts are increasing rather than slowing down. للأسف يعني مع وجود الكوفيد والكورونا والكلام ده والانبعاثات قلت فعلا، لكن النسبة ما قلتش لسه في الأتموسفير بتاعت الكربون دايكسيد اللي موجود، لأن الريزيدنس تايم بتاعه عالي. فهو حتى لو وقفنا النهاردة emissions بشكل فعال، يعني مش هيبان تأثيره غير بعد سنين طويلة لقدام. الرسمة دي بتبين لي من 1850 للنهاردة تقريبا التركيزات بتاعت جرين هاوس جاسز المشهورة اللي هي الكربون دايكسايد اللي هو مرسوم بالأخضر، والميثين اللي هو CH4 المرسوم بالبرتقاني، والتحتاني خالص اللي هو يتقري من هنا بالسكيل بتاعه يعني اللي هو النيتروس أكسايد. تاخد بالك كده الكربون دايكسيد السكيل بتاعه بارتس بير مليون، اما الميثين والنيتروس اوكسايدز فهم بالبارتس بير بليون. واضح ان هما تركيزهم اقل بكتير من تركيز الكربون دايكسيد في الهواء، حتى وان كان تاثيرهم كجلوبال وورمنج افكت يعني اعلى. ايه بقى الايفكتس بتاعت الكلمتين البساط اللي احنا قلناهم بقى دلوقتي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض.
أول تأثير هنتكلم عنه هو الـ shrinking of ice، أو يعني النقصان الحاد في كمية التلج اللي موجودة في الكرة الأرضية. وهذا الانكماش في كمية التلج ومساحاته والفوليومز بتاعته ممكن يبقى 3 أنواع. التلج اللي موجود في الأقطاب وبنسميه الأركاتيك لو هو في القطب الشمالي، أو الـ أنتركاتيك لو في القطب الجنوبي. وفي تلج اللي موجود في الثلاجات الجليشيرز، يعني جرينلاند مثلا متغطية بتلج فده اسمه جليشير وهكذا. وفي النوع الثالث اللي هو جبال الثلج اللي بتعوم في المي، يعني التلج اللي متكون فوق المي. التلج اللي متكون فوق المي عايزك أسألك كده سؤال، ده لو ده تفتكر يعمل سي ليفل رايز، يعني منسوب المياه في البحار والمحيطات تزيد ولا لا؟ فكر وفكري كده، وهات كوباية مية أو هاتي كوباية مية وحط فيها قالب تلج وشوفي منسوب المية فين، واستني 5 دقايق ولا حاجة لما قالب التلج ده كله يسيح وشوفي منسوب المية الجديد بقى فين. وبالتالي نقدر ساعتها نجاوب إذا كان التلج العايم على المية لما يدوب هيعمل سي ليفل رايز ولا لأ. إنما النوعين التانيين اللي هو الجليشيرز أو في الأركاتيك والأنتركاتيك، دول لما يدوبوا طبعا بيعملوا سي ليفل رايز. بنقول بقى ال5 سنين ولا ما اعرفش ال4 سنين اللي هم من 2015 ل 2018، طبعا التلج اللي في الاركتيك اللي هو في القطب الشمالي، يعني الدايره القطبيه الشماليه، التلج اللي جواها دهوت ليه مينيمم اكستنت وماكسيمم اكستنت، او ليه مينيمم اريا وماكسيمم اريا. طبعا المينيمم اريا هيبقى في نهايه الصيف يعني بحلول سبتمبر، والماكسيمم اريا هيبقى مثلا في يناير فبراير ولا حاجه كده، اللي هي بعد ما يكون الشتاء اقصى شتاء عدى. فالكلام اللي هنا ده بيقول لي ان الفتره دي اللي هي الفتره الاخيره الافريج سبتمبر مينيمم، يعني الاريا او الاكستنت بتاع الايس في سبتمبر اللي هو اقل اكستنت، كان اقل بكتير من الأفريج بتاع 30 سنة اللي هم من سنة 80 لسنة 2010. بمعنى إن إحنا خدنا 30 سنة دول كريفرنس من سنة 80 لسنة 2010 وبنقيس الأيس أريا أو الأيس إكستنت، الاتنين في فرق ما بينهم بس يعني مش مهم دلوقتي. فالمساحة يعني بتاعة التلج اللي متكون الأفريج بتاعها ده اسمه الأفريج بتاع ال 30 سنة دول، هنقارن بيه إيه اللي بيحصل دلوقتي وإيه اللي كان بيحصل قبل كده. فلما نيجي نرسم هذا الكلام بنلاقي ان ده الاكستنت الحقيقي، مش الفرق، ده الاكستنت الحقيقي اهو. من سنة 80 كنا بنتكلم في حوالي 15.5 مليون سكوير كيلومترز، النهاردة احنا بنتكلم في اقل من 13.25 ولا حاجة مليون كيلومترز سكوير، ونقصان مستمر. وغير كده الـ 4 lowest record for winter occurred during this period، أقل 4 قيم، 1 2 3 ودي الرابعة أو يمكن دي الرابعة وأنا مش شايف يعني، بس المهم أقل قيم وقع خلال الفترة اللي هي من 2015 ل 2018. ده بالنسبة للـ area extent أو الـ area نفسها بتاعت التلج. وعلى فكرة الفرق ما بينهم هو في طريقة الحساب، يعني بنيجي نقسم الدائرة القطبية دي أو حواليها يعني لمربعات. لو لقينا المربع نسبة التلج اللي فيه أكتر مثلا من 60%، أنا مش فاكر الرقم كام يعني، لكن لو كان طلع أكتر من رقم محدد وليكن 60-70%، يبقى نعتبر إن ده كله آيس. إنما في الأريا بقيس الأريا بدقة، يعني الأريا المظبوطة كلها من كل مربع منه، مش بعتبر المربع كله آيس. عشان كده في فرق شوية ما بين الاريال اكستنت وما بين الاريا نفسها بتاعة التلج. مش مهم يعني، الكل عايزين نقوله يعني ان التلج بيقل وبيقل سيجنيفيكانتلي. ده منظر الدائرة القطبية الشمالية اهي من فوق الكرة الأرضية، لو احنا تخيلنا ان احنا باصين عليها او قمر صناعي بيصورها لنا من فوق هيبقى شكلها كده. هنا أمريكا طبعا، وهنا روسيا، وبعد كده أوروبا. هنبص على statistics تاني هنا. بيقول لي ال February minimum وال September maximum
في الأنتركتك يعني في القطب الجنوبي، الدائرة القطبية الجنوبية، الدنيا بتتعاكس. يبقى لو احنا في فبراير اللي هو كان المفروض يبقى شتاء في نص الكرة الشمالي، هيبقى صيف في نص الكرة الجنوبي، وبالتالي الأنتركتك يعني الآيس اللي موجود في القطب الجنوبي هيبقى مينيمم لأنه هيبقى سمر سايد، والعكس في سبتمبر هيبقى ماكسيمم لأنه هيبقى الوينتر يعني بيخلص ساعتها أو في لو رسمنا برضو الفترة من 1980 ل 2010، خدنا الأفريج بتاعها وابتدينا نشوف كل سنة أعلى ولا أقوى منه، يبقى زيرو ده معناها الأفريج بتاع 30 سنة، ودي السنة دي كانت حر شوية، السنة دي كانت أبرد شوية وحر وأبرد وهكذا. لكن ممكن نلاحظ ملاحظة كبيرة جدا، إن آخر 3 4 سنين دول اللي هما 2017 18 19 وأكيد 20 معاهم أو 16 كمان معاهم، عبارة عن ريكوردز يعني في انخفاض مقدار التلج اللي موجود. الحاجة التانية لو بصينا فوق هنا احنا راسمين الانوميلي دي اللي هي الفرق ما بين الافريج بتاع 30 سنة نعتبره زيرو، والسنين اللي كانت فيها اريا ايس اكتر من الافريج، والسنين اللي فيها اريا ايس اقل من الافريج. ده بالنسبة للاركاتيك اللي هي نص الكرة الشمالي او الدائرة القطبية الشمالية. واضح جدا ان اخر سنين كلها كان الدنيا فيها ابرد والاكستنت بتاع الايس اقل بكتير من الافريج. في القطب الجنوبي الظاهرة دي مش باينة قوي، ولكن باينة في آخر زي ما قلت لكم 4 5 سنين كلهم أقل من الأفريج. وفي النهاية الرقم بقى مش لطيف، إن بنقول الـ ice lost annually from Antarctic ice sheet تقريبا 6-fold more عن السنة 1980 ل 1990. يعني لو أنا بقارن اللي موجود دلوقتي باللي كان موجود من فترة الثمانينات، هنلاحظ ان في زيادة في ذوبان التليج 6 أضعاف. كان زمان في الفترة دي الأفريج حوالي 40 جيجا تن بير يير، في الفترة دي الأفريج أصبح 250 جيجا تن بير يير of ice being lost. ده طبعا منظر جرينلاند اللي هي جرينلاند هنا أمريكا هنا وأوروبا هنا، وجرينلاند عليها تلج عليها جليشيرز، والجليشيرز دي بتقل باستمرار وبالذات في آخر 5 سنين كانوا ريكوردز برضو. والآيس is lost 7 times faster than it was in the 90s. ولو جمعنا الكلام ده مع بعضه ممكن نلاقي، هو بيقول لك هنا التقرير ده اللي كانت عاملاه الاي ام او زي ما قلنا International Meteorological Organization، بيتنبأوا بأن بنهاية القرن اللي احنا عايشين فيه ممكن منسوب البحار يزيد بحوالي 67 سنتي، وده رقم هيخلي أتليست 400 مليون بني آدم من اللي عايشين على الأرض عايشين في فزع وفي ريسك من أن يحصل له فلادنج ويحصل له فيضان ويبقى الأرض بتاعته متغطية بالبحر. السي ليفل رايز شخصيا بقى قلنا يعني البحر منسوبه هيزيد لاسباب. السبب الاولاني واللي يمكن يجي في دماغنا كلنا ان الجليشيرز بتسيح والدائره القطبيه الشماليه والجنوبيه عماله تقل، والتلج اللي بيسيح ده بيملى المحيطات. السبب الثاني واللي لا يقل اهميه عنه هو التمدد الحراري بتاع الارض بتاع ناسف الميه، يعني المية في درجة حرارة مثلا 6 هيبقى لها فوليوم معين، لكن في درجة حرارة 8 هيبقى لها فوليوم تاني أكبر منه نتيجة لزيادة درجة حرارة زي أي مادة. طالما احنا بعيد عن الصفر والتجمد وكده، فالثيرمال اكسبانشن بتاع البحار والمحيطات بالذات الاستوائية والكلام ده بيمثل رقم كبير جدا من التوتال سي ليفل رايز. ارجع بقى المحاضرتين اللي كانوا قبل كده عشان تعرف الرقم ده بيمثل قد ايه من التوتال سي ليفل رايز. طب التوتال سي ليفل رايز مرسوم قدامنا هنا اهو من سنة 1990 تقريبا لحد النهاردة، وفي زيادة مستمرة في منسوب البحر.
لو هنقرا الكلام هنا بيقول لك الفايف يير بيريد اللي هو من 2014 ل 2019 المعدل زيادة منسوب سطح البحر تقريبا 5 مللي، وده رقم في منتهى الخطورة، 5 مليمتر بير يير، بالذات لما قارنه بالفترة اللي هي من 2007 ل 2017 كان 4 مليمتر بير يير، واحنا كنا زمان يعني منزعجين جدا لما كان الاي بي سي سي بيطلع لنا ريبورتس بتقول ان الافريج ريت اللي ما بين التسعينات وال 2010 كان حوالي 3.2 ملم بير يير، كنا معتبرين ان دي يعني كارثه. النهارده احنا وصلنا اهو ل 5 ملم بير يير، وربنا يستر بقى على الاماكن اللي هي مناسبها منخفضه زي الدلتا بتاعتنا مثلا منسوبها منخفض، فدي ممكن تبقى فيها مشكله كبيره. ده نفس الكلام اللي بنقول الجليشيرز اللي على الارض لما تسيح هتعمل الكلام ده، وكذلك البولار ايس اللي هي الايس كابس هتعمل ايه. يا ريت تقرا الكلام ده كويس. وفي اجابه اهي للكلمتين اللي انا كنت بسالها لكم من دقيقتين في السلايد اللي فاتت. ثيرمال اكسبانشن بتاع الميه، في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، ان الاوشن absorbs over 90% من الهيت trapped by greenhouse gases اللي في الاتموسفير. يعني الزيادة في الانفراريد راديشنز اللي راجعة نتيجة لعمل greenhouse gases 90% منها بيمتص في المحيطات، وبالتالي لما بيمتص المولكيولز بتاعت المية بتبقى مور انرجيتك وبالتالي بتكسباند يعني بتتمدد. وادي الإجابة اهي من تلت النص، السي ليفل رايز سببه الإكسبانشن بتاع المية نتيجة لزيادة درجة حرارتها. وناخد بالي كمان من حاجة، إن السي ليفل نفسه ما هوش ثابت في الأرض كلها، وكان بي أفكتد باي كارنتس ناتشرال سايكلز، ده موضوع كبير قوي بينتج عنه ديكيدال أوسيليشنز، زي لو كنتوا تسمعوا عن حاجة اسمها النينو والنينيو، او يعني لو ما تسمعش بقى اعرف بس ان في Pacific Oscillations، يعني currents جوه المايه بتتفاعل مع حاجات تانية في الاتموسفير وينتج عنها سايكليك يعني بشكل دوري تغير في المناخ ما بين امريكا الجنوبية وما بين الجزر اللي هي زي اندونيسيا وكده الناحية التانية من الباسيفيك. هنا واضح الاماكن كده اللي هتبقى اكثر عرضة او هتبقى يعني الايفكتس بتاعت السي ليفل رايز واضحه بشكل اكتر من غيرها. يعني يلفت نظرنا ان الدلتا عندنا هتبقى من النقاط الهوت سبوتس اللي موجوده في العالم يعني، ودي مشكله كبيره. برضو في البراهما بوترا دلتا اللي هي في الصين، في الميكونج، والميسيسيبي دلتا اللي في امريكا، وبالاضافه طبعا لفينيسيا، دي كلها اماكن مفروض هتبقى يعني متعرضه بشده للنيجاتيف افكتس نتيجه للسي ليفل رايز. من المهم الاشاره الحقيقه ان يعني الجرين هاوس جاس افكتس او الاديشنال راديشنز الارض ابتدت تمصها لما الجرين هاوس جاس زادت في الاتموسفير. مين اللي هيمتص هذا الكلام؟ اقرا هنا هتلاقي بيقول لك 90% من الاكسس هيت دي اللي هو جاي من الجرين هاوس افكت از ستورد ان ذا اوشنز، يعني البحار المحيطات بتمص 90% من الاديشنال حراره او الاديشنال انرجي اللي جايه من اللونج ويف راديشنز اللي هي بتردها الجرين هاوس جاسز. 1% فقط ستورد في الاتموسفير، واكيد اللي فاضل بقى 9 دول هم الارض يعني اليابسه هي اللي بتمتصهم. الكيرف ده ما بين السنين اهي من 1970 يمكن ل 2010 ولا حاجه، وهنا كميه الانرجي الاكيميليتد في الاتموسفير، كميه يعني المحور الراسي، المحور الثاني الافقي هو السنين، وهنا كميه الانرجي بالجولز اهي اللي هي accumulated within the earth's climate system اللي فيها اليابسه والمحيطات والاتموسفير. طيب الاديشنال انرجي دي بتتغير، الاكيوميليتد يعني اللي هي عماله تتخزن في الارض من سنه 1970 مثلا الى اليوم.
هنا الكلام كان بيقول ان 90% بيروح في الاوشن. طب ايه الحاجات اللي قدامنا دي؟ هنا 2012 مثلا كان التوتال اماونت اكيوميليتد هي 260 مش عارف 10^21 جول. المهم كمية الانرجي دي كاكيوميليتد انرجي معظمها في الازرق الفاتح ده اللي هو اسمه الابر اوشن، التوب لاير بتاعت المحيط، بتمتص معظم هذا الكلام اكتر من النص. والديب لايرز من المحيط هي بتمتص جزء ثاني لا بأس به، بحيث ان المحيط كله على بعضه upper و lower layers بتمتص حوالي 90% من الـ accumulated energy اللي موجودة في الـ climate system بتاع الأرض. بعديها الأبيض ده اللي هو الـ ice، وبعديها الـ land اللي هي هنا، وبعدين في الآخر خالص الـ atmosphere اللي هو حوالي 1%. نفس الكلام كمية امتصاص المحيطات للكربون دايوكسيد زيادة اللي موجود في الجو، جزء منه بيدوب في المحيطات، والجزء ده حوالي 30% من الانيوال اميشنز بتاعت الكربون دايوكسيد اللي بفعل الانسان. يعني اديشنال اميشنز اوف كربون دايوكسيد، جزء 70% منها هيفضل في الاتموسفير و30 هتمتص المحيطات. ولما المحيطات تمتص الكربون دايوكسيد هيعمل كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد ده اللي هو نوع من الاحماض اللي يعني الضعيفه، ولكن وجوده اكيد هيغير البي اتش بتاع المياه وهيخليها مور اسيدك يعني اكثر حموضه. وفعلا لاحظنا ان في حوالي 25 أو 26% زياده في الاسيديتي او في الحموضه بتاعه المحيطات من عصر ما. طيب الكلام ده هيعمل ايه؟ هيعمل حاجات كتيرة قوي، بينهم حاجة اسمها البليتشنج اوف كورال ريفز، ابيضاض الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية الطبيعية بتبقى شكلها كده، اللي بيحصل لها بليتشنج بتبقى من منظر الابيض واللي هي في طريقها للذبول. يعني صورة تانية يمكن اوضح من الجريت بارير ريف، ريف بارير ده الحاجة الحية الكويسة قبل الدنيا ما يزيد فيها الكربون دايوكسيد والأوشن يحصل له أسيديفيكيشن، وده بعد ما حصل هذا الكلام. وطبعا الفرق كبير. أسباب الكورال بريتشنج ده إيه؟ إن الكورالز أو الشعاب المرجانية دي بيعيش جواها حاجة اسمها زوزانثيليا، دي نوع من الألجي أو الطحالب بتعيش بشكل سيمبيوتيك، يعني هي بتلاقي الحمايه جوه الكورال ريفز وفي الوقت نفسه بتفيد الريفز وبتغذيه. اللي هي دي سبب الحقيقه في الالوان الجميله اللي هي بتبان في الكورال ريفز دي. بليتشنج از اسوشيتد بالديفاستيشن اوف كورال ريفز ويتش ار هوم تو حوالي 25% من المارين سبيشيز. يعني تخيل انت ربع الكائنات اللي في البحر بتحتاج في يوم ما ان يبقى جنبيها كورال ريف عشان تحتمي بيه وتتغذى منه وتعيش تحتيه وتعيش فوقيه وتبيض جواه والى اخره. فلما الكورال ريفز دي يحصل لها بيضاض وتبقى في طريقها للزوال، الثروه اللي موجوده جوه البحار ربعها هيبقى مهدد. ده بس من مجرد زياده الاسيديتي او زياده الالترا فايلت راديشنز اللي بتوصل للميه، او نتيجه للاوزون ديبليشن، أو الـ additional warming اللي هو الزيادة في درجة الحرارة أو global warming. الـ extreme events من الحاجات المهمة جدا، النتائج اللي بتأثر فينا بشكل مباشر. extreme events دي ممكن تبقى عواصف، وممكن تبقى فيضانات، وممكن تبقى heat waves موجات حرارة عالية أو واطية، بس هي عادة بتبقى heat waves عالية، أو droughts ودي بتبقى خطيرة جدا إن أنا عندي جفاف، والجفاف الدراوت الناتج عنده بيخلي ما فيش أكل، يعني الأرض ما بتزرعش وبالتالي الأكل بيقل والناس بتموت لو كانت في دول فقيرة، وهكذا. بيؤدي إلى فورست فايرز، بيؤدي إلى loss of harvest المحصول. يعني الهيت ويفز 90% من الناتشرال ديزاسترز are related to weather اللي بتحصل في الكرة الأرضية يعني في الفترة الأخيرة. ناس كتير ماتت بسبب الهيت ويفز دي، بالذات في الفترة من 2015 ل 2019. من ضمن الأثار بتاعت الاكستريم ويفز ان يكون عندي سايكلونز او الأعاصير او التايفونز، وبالذات لو تروبيكال سايكلونز.
زي اللي هنشوفه في السلايد اللي جاية كده، اسمه هوريكان هارفي. ده كان يعني في أمريكا، في لويزيانا وتكساس وكده، الشاطئ الشرقي يعني من أمريكا. ودي بيجي لها ديفاستيتنج فلودز، كان نتيجته خسائر ب 125 بليون جنيه، لوسز نتيجة للهوريكان ده اللي يمكن قعد يعني فترة أسبوع ولا حاجة. دي بعض الصور، أنت شايف أسطح المنازل هنا وأعلى مناطق في الأشجار كلها تحت المية الكتيرة اللي جت مع الهوريكان ده، والهواء العنيف جدا اللي هو بيقتلع الأشجار والبيوت وخلافه. الهيت ويفز يعني بعض الإحصائيات كده، أول 6 أشهر في 2020 درجة الحرارة عملت ريكورد في سيبيريا. سيبيريا اللي هي أسقع حتة في روسيا في العالم، وأكشولي الحرارة وصلت فيها ل 38 درجة في أحد المدن اون جون 20 الشهر اللي فات، مش الشهر يعني من كام شهر فات. طبعا ده ليه تأثيرات كبيرة جدا، وكان بيعقو يعني بيتوازى معاه إن بيحصل وايلد فايرز كبيرة جدا، يمكن اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا لكم إن طلع منها دخان مساحته قد مساحة أوروبا تقريبا، ولاس اوف بيرمافروست اللي هو الجليد الدائم الصقيع الدائم اللي موجود جوه الارض وهنتكلم عنه لوحده، وانفيجن اوف بيستس بقى ما كانتش موجوده في المنطقه دي، هتبتدي تجيلها من بره. الصوره دي من فرنسا جنب برج ايفل اهو السنه اللي فاتت في جون برضو، ان جه هيت ويف ريكورد 45.9 ديجري سنتيجريد في فرنسا، ناس مهوله ماتت يعني، ابتدوا يرشوهم بالمية في الشوارع علشان العالم دي ما عندهاش تكييفات أساسية في بيوتها يعني، لأن الدنيا عمرها ما بتوصل حر للدرجة دي. فالهيت ويفز دي أصبحت حقيقة من الويفز المؤثرة جدا في حياتنا احنا هنا في مصر مثلا، إن احنا عارفين في شهر الربيع في شهر مارس الدنيا تبتدي تدفي والربيع يدخل، فالشجر اللي مزروع يبتدي يطلع الزهر اللي هو بعد كده هيلقح ويتحول إلى ثمر واحنا ناكل الثمرة وخلافه. ابتدى نلاحظ كده في اخر 10 سنين او 12 سنة ان بعد الربيع ما بيبتدي في بداية مارس تيجي بعديه موجة برد او موجة هواء. فموجة برد دي معناها ان الزهرة اللي هي اضعف يعني مرحلة في مراحل النبات هتبتدي تقع، ويبتدي المحاصيل تتأثر، والفواكه بالذات ممكن تبقى يعني اللوسز اللي فيها كبيرة جدا. البيرمافروست يعني اقرا كده معايا، permafrost is any ground that remains completely frozen for at least 2 years. يبقى لو عندي اي ارض على السطح او تحت السطح في المايه اللي موجوده جواها حرارتها اقل من الصفر لمده 2 سنين او اكتر، يبقى ده بنسميه permafrost، زي permanent frost صقيع دائم. بيتكون البيرمافروست لاير دي اللي موجوده فيها روكس وفيها سويل وفيها ايس بقى اللي بيربط الحاجات دي في بعضيها، وبعد البيرمافروست دي موجودة على سطح الكرة الأرضية من أكتر من مئات الآلاف من السنين، يعني مش حاجة لسه معمولة امبارح ولا بتاع. طيب دي صورة من كندا كان فيه بيرمافروست في المنطقة دي، ومع التغيرات المناخية والجلوبال وورمينج ابتدى البيرمافروست يدوب ويخلف وراه بوندز زي بحيرات صغيرة كده، اللي كان هنا فيه تلج وداب وبقى موجود في المنخفضات اللي موجودة جوه الأرض دهيت، والسطح ده كله بقى متعرض للهواء. طب ايه مشكلته بقى؟ اقرا دول انت تعرف ايه مشكلته. البيرمافروست دي ممكن تبقى تحت سطح الأرض مثلا وسمكها من 3 فوت لحد 5000 فوت، يعني من متر نقول 2 كيلو مثلا ولا 1.5 كيلو ثيكنس. لما كان حاجات بتموت زمان ودخلت جوه البيرمافروست دي فما بيحصل لهاش ديكومبوزيشن. يعني فاكرين في الايكولوجي كنا بنقول ان اللي بياكل العشب وبعد كده واحد بياكل اللحوم ياكله وبعد كده مش عارف مين ياكل مين، لكن كل الناس دي لما تموت يحصل لها ديكومبوزيشن وتبتدي المواد الاوليه اللي جواها ترجع تاني للاتموسفير وللتربه. طيب اللي موجود في الثلاجات دي زي حيوان الماموث اللي موجود في اكتشفناه في روسيا يعني في سيبيريا، زي ما هو بفروته بالماسلز بتاعته بكل حاجة اللي هو الفيل أبو أنياب ملفوفة ده،
كان محفوظ جوه البيرمافروست اللي موجود في سيبيريا لآلاف السنين ولم يحصل له ديكومبوزيشن. لما الحاجات دي تدوب بقى وفيها حاجات ميتة يبقى هيبتدي يحصل لها ديكومبوزيشن وتبتدي تريليس كميات مهولة من الكربون دايكسايد ومن الميثين للجو وللتربة اللي حواليها فجأة. وبالتالي بعض الناس يعني بتستيميت ان البيرمافروست اللي موجود في العالم كله يحتوي على حوالي 1500 بليون بليون يعني مليار طن من الكربون، وده تقريبا ضعف الكربون الموجود حاليا في الاتموسفير، وكان مزعلنا. فتخيل الكمية دي كلها لو على مدار سنوات او حتى مئات، يعني لو على مدار 100 سنة ابتدت تدوب وتطلع الكربون اللي جواها دي، بقى يبقى الجو شكله ايه عندنا؟ هيبقى شكله طبعا مريع، يعني الريليس بتاع الكربون دايكسايد والميثين الى الاتموسفير نتيجة للبيرمافروست ده مشكلة كبيرة جدا. من الحاجات برضو المصاحبة للجو والاكستريم ايفنتس ان هو بيصاحبها وايلد فايرز بالذات في الغابات، ولما يكون عندي دراوتس كمان، يعني لما يكون عندي جفاف بيبقى عادة بيصاحبوا بعض الوايلد فايرز اللي هي الحرائق الغابات زي ما بنشوف كده. هو شفنا في الامازون 2009 كانت حاجة رهيبة، واستمر على فكرة تاني في 2020 بس ما كانش ليه تغطية اعلامية لان كان في احداث اخرى بتغطي عليه. من الايكونوميك لوسز الكتيرة جدا، 3 من اكبر ايكونوميك لوسز نتيجة للوايلد فايرز حصلوا في اخر 4 سنين. يعني الفريكوانسي بتاع الكلام ده عمال بيزيد، وده اللي قلنا عليه الحرائق اللي حتى جوه الاركتيك ريجون اللي هو في كان سيبيريا وكده ابتدى يحصل في كندا وفي السويد وفي روسيا، يحصل وايلد فايرز للغابات اللي هناك وتطلع تاني للجو برضو كميات مهولة من الكربون. ودي صور بتوضح، صور حقيقية يعني ما هيش فوتوشوب ولا حاجة، بتوضح كم المأساة اللي موجودة لما بيحصل هذا الكلام. والسود ده هو اللي هو الهباب او يعني الرماد اللي بيطلع من نتيجة الكلام ده، والسموك اللي طالع من الحرائق بتاعت سيبيريا بس كان مغطي مساحة أكبر من الأوروبيان يونيون أو الاتحاد الأوروبي. هنشوف مع بعض أو نستعرض سريعا كده أخطر ريبورت موجود على كلايمت تشينج اللي هو الأسسمنت ريبورت 5 AR5 اللي طلعه الـ IPCC اللي هي الـ Intergovernmental Panel for Climate Change. الكلام زي ما انت شايف من 2015 وما زلنا في الـ AR5 ده بيجمع الشغل بتاع 3 working groups تبع الـ IPCC. working group فيهم خاص بالـ Physical Science Base وطلع ريبورت، وواحد تاني خاص بالـ Impacts التأثيرات بتاعت الـ Climate Change وجلوبال وورمنج والادابتيشن، طب نعمل ايه عشان نتوائم مع هذا الكلام، والفالنربيلتي يعني مقدار الـ يعني الريسك اللي بناخده نتيجه للجلوبال وورمنج اللي موجود وهيأثر علينا ازاي. اما الجروب الثالث فده بتاع الميتيجيشن، والميتيجيشن يعني نقاوم بقى التغير المناخي ده ازاي ونقلل زياده في درجات الحراره ونعمل ايه علشان نقلل الكلام. هنا كنا بنفهم فيه ايه، وهنا كنا بنشوف نتوائم ازاي مع اللي بيحصل، اما هنا فايه الاجراءات اللي لازم ناخدها عشان نحد بقى من التغيرات المناخيه اللي جايه دي ونوقف التقدم بتاعها. وفي سبيشال ريبورتس كتيره يعني زي اللي قدامنا هنا وزي اللي قدامنا هنا طلعوا خلال الفتره اللي فاتت، وغير حاجات تانية كتيره طلعت بقى بعد 2015. اهم حاجه في 2015 دي هو في سينثيسيس ريبورت SYR سينثيسيس ريبورت الملخص، وعندهم حاجه اسمها سامري فور بوليسي ميكرز، ما بيتكلموش فيها كلام علمي ولكن بيتكلموا بيخاطبوا السياسيين اللي هم في ايديهم يتخذوا قرارات من شانها بقى ان هي تبدا في الحد من تاثيرات التغيرات المناخيه ومقاومه هذا اللي بيحصل على الكره الارضيه. المهم السينثيسيس ريبورت التقرير المختصر بيقول Human influence on climate is clear and growing. تأثير الإنسان على مناخ الكرة الأرضية ما لا شك فيه، وكمان لا شك في إن 95%
سيرتن، احنا عندنا كونفيدنس، يعني عندنا ثقة بنسبة 95% ان الهيومنز البني ادمين هم السبب في الجلوبال وورمنج اللي بنحس بيه دلوقتي. اللي بعديها ان more human activities disrupt the climate the greater risks of severe irreversible impacts هتبقى. يعني كل ما الانسان قاعد يطنش ويقول لك يا عم كلايمت مين وبتاع زي ما كتير بيفكروا يعني، فالاي بي سي سي بيؤكد ان كل ما الناس تطنش هذا الكلام وما تعملش حاجه ضده كل ما يبقى العلاج اصعب ويبقى مور irreversible، يعني التأثيرات اللي جاية هيصعب تداركها، هتبقى irreversible مش قادر ارجع الوضع الى ما كان عليه قبل كده، بالذات بالنسبة للإيكو سيستمز اللي بتوفر الحياة على سطح الكرة الأرضية. We may have ولا we have the means to limit climate change and its risks. طب هل الدنيا ميؤوس منها خلاص احنا يعني دي نهايتنا وبتاع؟ لا بالعكس، الاي بي سي سي برضه بيؤكد ان الانسان في ايده الوسائل اللي يحد بيها من التغيرات المناخيه دي، وكمان ايكونوميك سوليوشنز مش مجرد ان احنا هنعمل حاجه تاثر علينا اقتصاديا. الشيء المهم اللي هو قبل الاخير ده ان الحراره، زياده في الحراره بالنسبه للبري اندستريال ليفلز مش مفروض تزيد عن 2 درجة مئوية، ده الريكومنديشن الأساسي، إن كل الناس اللي على الكرة الأرضية دي عليهم يشتغلوا مع بعض بحيث إن الزيادة في درجة الحرارة عن اللي كان موجود قبل الثورة الصناعية على الأرض، هذا الكلام مش مفروض إن هو يزيد عن درجتين مئويتين. وآخر حاجة، كل ما تستنى أكتر كل ما الدنيا بقت هتكلفك أكتر عشان تصلحها. ده الـ energy balance مش هنتكلم فيه بقى، شفناه قبل كده 100 مرة. ده الحقيقة حاجة مهمة جدا، بنقول anthropogenic greenhouse gases emissions، الـ emissions بتاعت الـ greenhouse gases، بس هنا في الـ slide دي بنتكلم على الـ carbon dioxide emissions اللي بين الفترة 1750 قبل الـ industrial revolution وبتاع وبين 2011. الكلام ده بيقول لي ان 50% من الانثروبوجينيك كربون دايوكسيد ايميشنز اللي حصلت في الفتره الطويله دي نصها occurred in the last 40 years. طيب ده يبان لي من هنا، ادي 1850 وادي 2000 ودي كميه الكربون دايوكسيد الايميتد بير يير الى الجو in جيجا تونز اوف كربون دايوكسيد بير يير. زي ما احنا شايفين كده في حاجتين رئيسيين بيطلعوا كربون دايوكسيد، الحاجة الأساسية اللي هي الغامقة دي فوسل فيول سيمنت اند فليرنج، حرق الوقود الأحفوري الخشب والفحم والبترول والغاز الطبيعي وخلافه، الحرق بتاعه علشان أطلع انرجي أمشي بيها عربيات واستخدمها في البيوت ومش عارف أولد كهرباء وأعمل كل مصادر الطاقة بتاعتي لو هي أصلها فوسل فيول، فده الجزء الأكبر من الإميشنز سببه هذه الفوسيل فيولز. في جزء تاني اللي هو الفوليو الفورست اند اذر لاند يوز اللي هو الحرائق بقى، حرائق الغابات زائد قطع الأشجار زائد الكومبوزيشن اللي جاي من السويل زائد البيرمافروست لما يدوب وهكذا. زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، كل ما السنين بتتقدم كل ما التوتال إميشنز عمالة تزيد. نكمل كلامنا بس بتوسع اكتر شوية، المرة دي هنتكلم على كل الجرين هاوس جاس ايميشنز، وبالتالي المحور ده هو محور السنين، المحور الافقي هو محور السنين زي ما كان قبل كده، لكن المحور الرأسي بقى التوتال جرين هاوس جاس ايميشنز in terms of giga tons of carbon equivalent، مش بس كربون دايوكسيد، يعني مش اللي جاي من الكربون دايوكسيد بس، ولكن من الكربون دايوكسيد اكويفلنت. يعني ايه كربون دايوكسيد اكويفلنت؟ يعني مثلا لو عندي 5 طن اوف ميثين هيعملوا تاثير في الجو، اروح اشوف كام طن من الكربون دايوكسيد يعمل نفس التاثير، مثلا 100، يبقى ساعتها اقول ال 5 طن دول يناظروا 100 جيجا تنز ولا ميجا تنز، يناظروا يعني ال 5 طن دول من الميثين يناظروا 100 تنز من الكربون دايوكسيد اكويفلنت، ونرسمهم على بعضهم.
وبالتالي لو شفنا الكلام ده سنة 70 1970 كان التوتال إيميشنز حوالي 27 جيجا تونز أوف كربون إيكويفلنت. سنة 2010 27 دول بقوا 49، ولو سنة من النص زي 1990 هنلاقي إن هي 38. طيب الأول أوفر أول كده الدنيا كلها بتزيد ككربون إيميشنز أو إيكويفلنت كربون إيميشنز، معدل الزيادة أول 30 سنة من 1970 ل 2000 من هنا لهنا معدل الزيادة ده كان حوالي 1.3% per year، يعني كل سنة الإيميشنز تزيد 1.3% عن السنة اللي قبليه. ولكن في العشر سنين اللي بعديهم من 2000 ل 2010 هذا المعدل زاد من 1.3% per year إلى 2.3% per year، يعني almost double. لو كان ده مرسوم بقى من 2010 ل 2020 كنت هتلاقي ال 2.2 دي بقت 3.6 ولا حاجة كده. القصد يعني ان الدنيا بتتزايد بشكل وحش والتوتال ايميشنز بتزيد بشكل مستمر. طب التوتال ايميشنز دي معمولة من ايه؟ من اربع حاجات او خمس حاجات رئيسية. الجزء الرئيسي اللي هو الكربون دايكسيد اللي ناتج من حرق الفول وده اللي بالبرتقال، بعديه الكربون دايكسيد الاميشنز اللي خارجه من الفوليو اللي هي الفورست والاذر لاند يوزز زي ما شفنا في البتاع اللي فات في السلايد اللي فات، بعديها تاثيرات الميثين اللي هي باللبن الفاتح، وبعدين النيتروس اوكسايدز بالازرق الاغمق شويه، وفي النهايه اللي بالغامق خالص ده اللي هو الفلو هيدرو هيدرو فلورينيت فلورينيتد هيدرو كاربونز. اوكي واضح طبعا ان الكربون دايكسيد على بعضه كده هو اكبر تاثير في جميع الازمنه، وان التاثير بتاع الفيول بيرنينج عمال بيزيد كنسبه مئويه كل سنه، بمعنى ان هو سنه 70 كان حرق الفيول بيناظر 55% من التوتال ايميشنز، في سنه 2010 بقى 65%، 2020 بقى اكتر. الجرين هاوس جاسز عموما انا بفكرك بس ان هو كان ايه فايدتها في الجو، ان هي بتمص اللونج ويف راديشنز اللي الارض بتطلعها وهي بتكول داون الارض يعني، فيمتص الكلام ده الجرين هاوس جاسز وبعدين يرجع يري ايميت التاني، ومعظم الري ايميتد بيرجع للارض فبيزود درجة حرارتها. لما الجرين هاوس جاسز دي بتزيد في الجو كمية اللي بترجع للأرض من الحرارة بتزيد، وبالتالي بيحصل global warming، وده بقوله للمرة 31. من التوتال emissions اللي بتأثر في الجو carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون accounts for حوالي 3/4 الإفكتس سببها الكربون dioxide emissions. وطبعا خد بالك ان احنا هنا ما بنحسبش الووتر فيبر في الموضوع ده، لان ده ناتشرال بروسيس نتيجه للايفابوريشن، انا بنتكلم على الجرين هاوس جاسز الانثروبوجينيك اللي الانسان بيطلعها. طيب بعد كده الميثان بيكونتريبيوت ب 16% والنيتروس اوكسايد ب 6% والفلورينيتد جاسز ب 2%. علشان كومبير الكونتريبيوشنز بتاعت الناس دي مع بعضيها ونوصل للارقام دي كان لازم نعرف حاجه اسمها الجلوبال warming potential، الجلوبال warming potential اللي هي الوحدات بتاعتها بالكربون دايكسيد ايكويفلنت، زي المثال اللي قلته لكم لو عندي طن مثلا emitted من النيتروس اوكسايد هروح اشوف هو يناظر تاثيره يعني هيأثر في كلايمت. طيب التاثير الناتج من 1 طن اوف نيتروس اوكسايد يناظر تاثير ناتج من كام طن من الكربون دايكسيد، فده اللي موجود قدامي هنا في الجدول. الميثان الجلوبال وورمنج بوتنشال بتاعه 25، يعني هو تأثيره على كلايمت لنفس الكمية 25 ضعف الكربون دايكسيد، بس الحمد لله ان هو الاميشنز بتاعته اقل من الكربون دايكسيد، وبالتالي التأثير الكلي بتاع الكربون دايكسيد 76 لكن بتاع الميثان 16. النيتروس اوكسيد انيل لان هو بيأثر حوالي 300 ضعف تأثير الكربون دايكسيد اللي بنفس الإميشن، يعني 1 طن اوف كربون دايكسيد
هيبقى له تأثير، 1 طن اوف نيتروس اوكسيد هيبقى له تأثير قد بتاع الكربون دايوكسيد 300 مرة. بس طبعا نسب النيتروس اوكسيد في الجو اقل بكتير 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 من ال 200، واقل بكتير جدا من الكربون دايوكسيد، فالدنيا متوازنة شوية. اما الهيدروفلوروكربونز فدول كارثة، تأثيراتهم بتوصل يعني ل 10,000 و15,000 وبتاع تأثير الكربون دايوكسيد، والحمد لله ان هم تريسز في الجو ما هماش رقم كبير. لو عايز اتكلم على الريزيدنس تايم، يعني لو في كربون دايوكسيد في الجو يقعد اون ذا افريج قد ايه قبل ما يجي سورس جديد او يجي سينك جديد، لا قبل ما يجي سورس جديد يعني للكربون دايوكسيد او للميثين او للنيتروس اوكسيد او الكلام ده. احد المودلز، مش لازم يبقى هو صحيح قوي يعني، لكن انا بوريكوا بعض المودلز اللي هو البيرن كاربون سايكل موديل، بيقول الديكاي بتاع لو في 100 يعني لو انا عملت النهارده ايميشن من وزر 100 يونت اوف كاربون دايوكسيد، خلاص هيبتدي يروح من الجو، يروح 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 وهكذا بعمال يقل، بس بعد 100 سنه هيبقى مازال ريميننج 33%. يعني ايه؟ يعني خلال 100 سنه 66 تلتين الكربون دايوكسيد الموجود راح، ومتبقي تلت. بعد 500 سنة هيبقى متبقي خمس، وهكذا. الريزيدنس تايم بتاع الميثين حوالي 12 سنة، بتاع النيتروس اوكسايد 114 سنة، بتاع الفلورينيتد هيدروكربونز النوع اللي هو دهوت يعني 14 سنة، والنوع ده بيقعد فترة أطول. وفي حاجات تانية، الهكسا فلورايد السلفر هكسا فلورايد ده بيقعد بال قرون يعني، مش بالقرون، بيقعد بالميلينيومز يعني 3000 سنة وبتاع. والكربون هتلاحظ ان مش حاطين له لايف تايم، لانه يعتمد على الابتيك اللي بيتاخد باي ديفرنت سورسز يعني اشجار وخلافه. هنا بنعرف بعض الامباكتس يعني زي الاي بي سي سي ما هو قايل في الاي ار 5، مش هتكلم بقى كتير، بس انت قاعد بص عليهم كده. دي مثلا اللاند سيرفيس اير تمبريتشر اللي هي الهواء القريب من الارض درجه حرارته كام، وخلال السنين هنلاقي ان هي عماله تزيد، والانومالي اهي ان هي حوالي 1.2 ديجريز من البري اندستريال ليفل، وهكذا. السي سيرفيس تمبريتشر حراره سطح البحر وخلافه، كل الدنيا عماله تزيد ما عدا حاجه واحده بتقل. الحاجة اللي بتقل دي أكيد هتبقى إيه بقى؟ أيوة، الأركتيك آيس إكستنت، التلج اللي موجود في الأركتيك أو الأناركتيك، المهم كمية التلج هي دي الحاجات اللي بتقل مع زيادة الجلوبال وورم. ده اللي هو الجليد اللي بيقل، وهنا كل حاجة حرارات. دي حاجة تانية برضو من الستاتيستيكس ذات الأهمية، إن احنا ابتدينا نشوف الكولد نايتس. أنا بكلم بسرعة يعني، ده مجرد تبقى فاهم يعني في إيه، عدد الليالي الباردة. ودي كنا محددينها بإن مثلا التمبريتشر لما يقل عن كذا يبقى دي اسمها ليلة باردة، وقعدنا نعد عدد الليالي الباردة من سنة 1950 لحد 2010، فهنلاقي إن هما بيقلوا. معنى كده ان الليالي البارده اللي اقل من درجه حراره معينه على مدار السنه عماله تقل. طيب والدايز الكولد دايز برضو بتقل. سنه 2010 الكولد دايز اكيد اقل من سنه 1950، وده معناه ان الدنيا بتحرر. هنا لو هنرسم الوارم نايتس يبقى شكلهم ايه؟ عدد الليالي الحاره اللي هي فيها برضو الحراره تزيد عن كذا، وكذا دي بتبقى نسبة من الأفريج يعني. فمش مهم التفاصيل، لكن المهم إن يبان لي إن مع مرور السنين النمبر أوف وورم نايتس عمال يزيد، والدايز كمان نمبر أوف وورم دايز عمال بيزيد من أول كده 1990 ولا حاجة، والدنيا دي عمالة تزيد على طول. تعالوا نبتدي مع بعض نفسر كده يعني إيه إكستريم إيفنت، وبالذات لو الايفنت ده ريليتد للحراره مثلا زي الهيت ويفز ولا كده.
الأول نبص على الكيرف نمبر A اللي هو مرسوم فوق هنا. أنا عندي كيرف سوليد اللي هو ده بيمثل البروبابيليتي دنسيتي فانكشن بتاعت توزيعات الحرارة على مدار السنة. هنا يعني الخط ده بيمثل المين تمبرتشر، نفترض ان هي مثلا 22، فالمين تمبرتشر في مكان معين كان 22، وده معناها ان 50% الرقم ده هيبقى تقريبا 50% من السنة او الحرارة اللي فيها حاجة وعشرين اللي قلتها لكم دي او اقل. نفس الكيرف ده بيقول لي ان عند درجة الحرارة دي ولتكن مثلا اي حاجة 8 درجات، لو الحرارة اقل من 8 درجات يعني الرينج اللي موجود هنا ده، يبقى ده بسميه cold weather، عندي cold weather. لكن لو الحرارة اقل من مثلا درجتين، لو دي قيمتها درجتين، فبنسميه extreme cold weather. انا بحط ارقام دماغي مش دي اللي مرسومة يعني، لكن بنقول الافريج مثلا 24 درجة، وهنعلم حاجة اسمها عند درجة حرارة 8 لو قل عنها يبقى الدنيا دي بنسميها الدنيا برد. اما درجة حرارة تالتة اسمها 2 درجة مثلا، لو قلت عنها يبقى اسمه اكستريم كولد ويذر. تمام كده. الناحية التانية نفس الكلام، هنحط درجة حرارة معينة مثلا 38، لو زاد عنها يبقى هوت ويذر، ولو زاد عن 43 ولا 42 يبقى اكستريملي هوت ويذر، وهكذا. طيب، وبالتالي على فكرة دول بيتحددوا كنسب 10 برسنتايل مثلا وال 90 برسنتايل بتاع التوزيع، يبقى هم دول عادة يعني ده اللي بيستخدم، او اذا كان 5 برسنتايل بالنسبة للاكستريم كولد و 95 برسنتايل للاكستريم هوت. يعني لو زدنا عن 95 برسنتايل يبقى ده اسمه اكستريم هوت، لو قلينا عن الفيفث برسنتايل الفايف برسنتايل يعني بنسميه اكستريم كولد، وهكذا. بغض النظر يعني احنا عرفناهم ازاي، يبقى قلنا عندي توزيع، التوزيع ده ليه مين او افريج، وليه رقم لو قل عنه يبقى هنسميه كولد، ورقم تاني لو قل عنه يبقى اكستريم كولد، والناحية التانية في رقم لو زاد عنه يبقى هوت، ورقم تاني لو زاد عنه يبقى extremely hot، والنسب اللي تحت الكيرف بتبين ال probabilities بتاعت هذا الكلام. وبالتالي ال cold weather عنده الأزرق الغامق دوت، المساحة الزرق الغامقة، وال extremely cold weather حاجة صغيرة خالص يمكن 1% ولا حاجة، هي دي اللي بتبقى extremely cold weather، ودي بالأزرق اللي هو باللون ده. ايه بقى اللي يحصل لو الكلايمت اتغير وتسبب يعني في شيفت للمين، بدل ما كان درجة الحرارة الافريج 24 بقت درجة الحرارة الافريج 26 او ايا كان الرقم الجديد يعني. المهم هو سيمبلي شيفتد ناحية اليمين من غير ما غير الكاركترستكس بتاعت البروبابيلتي دنسيتي فانكشن ده، ينتج عنه ايه بقى؟ بص كده اهو، الاول قبل الدنيا ما تتغير كان المساحة اللي تحت الكيرف ده، الحتة دي هي اللي بتمثل الكولد ويذر، والمساحة التانية اللي هي دي بتمثل الاكستريملي كولد ويذر. طيب دلوقتي الرقمين دول ما تغيروش، لكن الكيرف لما اتشفت ناحية اليمين أصبح الحتة الزرقاء الغامقة دي هي اللي بتمثل الكولد ويذر، وحتة تانية أصغر كمان منها بتمثل الاكستريملي كولد ويذر. يبقى ده معنى كده إيه؟ تأثير الشيفت ناحية اليمين، تأثير الوارمينج ده، إن الكولد ويذر ايفنتس هتقل، هي بدل ما كانت الكمية دي كلها أصبحت الحتة الزرقاء الغامقة الصغيرة، والإكستريم كولد ويذر بدل ما كان الكمية دي بقى كمية غير ملحوظة تقريبا. طب تعالى في الناحية التانية إيه اللي بيحصل؟ الهوت ويذر زمان لما كان الكلايمت بالكيرف ده هوت وكان المتوسط 24، كان الهوت ويذر بيمثل بالحتة دهيت، والإكستريملي هوت ويذر بحتة تانية أصغر منها. لكن لما حصل الشيفت ده والرقمين دول زي ما هما، أصبح الهوت ويذر هو عبارة عن المساحة اللي موجودة هنا دي كلها، وبالتالي زاد.
والاكستريملي هوت ويذر اصبح المساحه الحمراء الغامقه اللي هي موجوده هنا وبالتالي برضو زادت، فبالتالي مور هوت ويذر ومور اكستريم هوت ويذر ولكن less cold weather وless extreme cold weather. ده ايه اللي يحصل لم كان الكلايمت هيسبب warming وسيمبل شيفت في درجة الحرارة؟ طب ممكن الكلايمت يسبب more variability، يعني الفرق ما بين الكولد والهوت يزيد والدنيا التوزيع نفسها تتغير، فبدل ما كان كده ده اللي كان مرسوم فوق هيبقى المنقط عامل كده أصبح more variable يعني، وبالتالي حافظنا على المين لكن غيرنا الفارينس. ايه اللي هيحصل عنه؟ هيحصل عنده برضه الكولد ويزر كان زمان ده دلوقتي زاد، فنتيجة تغير الفارينس او تغير الفاريابيليتي هيسبب مور كولد ويزر ومور اكستريم كولد ويزر. في الوقت نفسه الناحية التانية هيسبب مور هوت ويزر اهو بدل ما كان كده ومور اكستريم هوت ويزر بدل ما كان الحتة الصغيرة دي بس. في نوع ثالث ممكن يسببه تغير المناخ، مش بنقول، احنا بنقول اللي ممكن يتسبب فيه تغير المناخ هو ده اللي حصل دلوقتي، لكن ممكن الحاجتين دول يحصلوا في وقت تاني او ممكن ما يحصلوش، لكن احنا بنقول عموما لو تغير المناخ تسبب في سكيونس يعني التوزيع ما بقاش سيمتريكال بقى رايح مور المساحة اكتر ناحية الهوت ويذر، فزي ما نشوف كده اهوت برضو تقريبا الكولد ويذر والاكستريملي كولد ويذر مش هيتغيروا، لكن الهوت ويذر هتزيد شويه والاكستريملي هوت هتزيد. الكلام ده بشكل اوضح شويه ممكن نشوفه هنا، لو ادي زمان كان الكيرف القديم قبل الكلايمت ما يتغير، والحته دي هي اللي بتعرف بالكولد، انسى بقى اكستريم كولد وبتاع، هنقول الحته دي هي الكولد وخلاص والحته دي هي الهوت. وايه اللي هيحصل لو الكيرف ده اتغير وبقى بالمنظر ده بدل ما كان هنا اتنقل شيفتد ناحيه اليمين؟ نفس الكلام لو كان شيفتد قوي بالمنظر ده ما بقاش عندي تقريبا كولد ويذر في الوضع الجديد، ولكن الهوت ويذر القديم اللي كان هنا كبر بقى كده والاكستريم هوت ويذر ابتدى يبان. واكشلي ده اللي احنا بنشوفه في اكستريم هيت ويفز، احنا عمر درجة الحرارة ما كنا بنشوفها توصل ل 44 و 46 والكلام اللي شفناه خلال اخر 3 سنين في مصر هنا اهوت. انا شخصيا عمري في حياتي ما شفت الحرارة زادت عن 43 الا حديثا، حديثا جدا. ونفس الكلام لو ما اتكلمش على الحرارة بتكلم على البريسيبيتيشن، فممكن ده يبقى توزيع البريسيبيتيشن برضو البروبابيلتي دنسيتي فانكشن بتاع توزيع البريسيبيتيشن. الناحيه دي معناها للقيمه دي لو كانت دي مثلا 10 مللي القيمه دي يبقى 10 مللي او اقل ده بنسميه لايت بريسيبيتيشن، والقيمه دي مثلا 100 مللي يبقى بنسميها افريج بريسيبيتيشن، ودي مثلا 400 مللي يبقى اللي يزيد عنها نسميه هيفي بريسيبيتيشن او هاي بريسيبيتيشن. طب لو تغير الحراره ده نتج عنه تغير في البريسيبتيشن كمان، بحيث ان هو الكيرف بدل ما كان كده زمان اصبح الكيرف التحتاني ده هو اللي هو مكتوب عليه نيو كلايمت ده، لو اتغير بالمنظر ده اتوقع ايه؟ اتوقع ان less light precipitation، صح؟ يعني light precipitation كان زمان هنا probability اعلى، هنا بقى probability اوطى، والناحية التانية more heavy precipitation نتيجة للتغير في المناخ يعني. وده بقى اللي ممكن ينتج عنه بعد كده زيادة في الأعاصير وفي التايفونز وفي الـ extreme weather events عموما يعني. ده بحث كان أجري من كام سنة كده هوت. هنا راسم ايه؟ راسم الكولد نايتس والوارم نايتس، يعني ابتدى يعرف الكولد نايتس دي الاول اللي هي الليالي اللي بتقل فيها درجة الحرارة عن مثلا التنث برسنتايل من الحاجات اللي كنا شايفينها قبل كده مثلا، اما الوارم نايتس فدي الليالي اللي فيها درجة الحرارة مثلا بتزيد عن الناينتي برسنتايل بتاع الديستريبيوشن اللي عندي. المهم ان
الفترة من 1901 ل 1950 رسمناها باللون الأسود. اللون الأسود ده بيقول لي إن في الفترة من بداية القرن اللي فات لحد نصه كان المتوسط بتاعنا حوالي عندي 11 يوم كولد نايتس في السنة مور أور لس يعني. طيب في الفترة من 50 ل 78 أصبح الكولد نايتس شيفتد كده شوية يعني، أصبح عندي مثلا 9 بدل ما كانوا 11 نايتس بير يير بيصنفوا ككولد نايتس. أما الفترة الأخيرة اللي هي من سنة 80 ولا 79 ل 2003 فلقينا إن الدنيا بتقل كمان وكمان، فبقوا مثلا 7 نايتس أو 6 نايتس هم دول اللي بيصنفوا ككولد نايتس خلال السنة، وبالتالي في شيفت ناحية إن less cold nights، والكلام ده بيتكرر في حتت كتير قوي من العالم. الناحية التانية لو ما نشوف الوارم نايتس فهنلاقي ان الوارم نايتس كانوا زمان الاسود ده كان حوالي مثلا 7 نايتس بير يير، الازرق بقى 8 ولا 8.5 او 9 نايتس بير يير، والبرتقاني بقى 12 نايتس بير يير. والكلام ده بيقول لي ان ايه بقى الوارم نايتس ار كامينج مور فريكوينت، يعني في زيادة في عدد الليالي الدافئة اللي حرارتها أعلى من القيمة اللي كنا حددينها، وفي نقصان أو ديكريش في الكولد نايتس اللي هي حرارتها أقل من قيمة معينة كنا محددينها قبل كده. هنا يعني بنشوف الحاجة اسمها البروجكتد برسنتايل change in precipitation، معدل التغير في الأمطار في الفترة اللي هي يعني من نهاية القرن اللي احنا فيه الـ21 بالمقارنة بنهاية القرن الـ20 اللي فات، يعني خلال 100 سنة ايه اللي حصل في البريسيبيتيشن. وبيتكلم هنا على النورث هيمسفير نص الكرة الشمالي سواء في الوينتر أو في السمر في الصيف، والسكيل الألوان دي بتبين لي إذا كان البريسيبيتيشن هيقل ويقل بنسبة كام عن الوضع اللي هو في نهاية القرن اللي فات، أو هيزيد ويزيد بنسبة كام برضو عن الوضع بتاع نهاية القرن اللي فات. ونلاحظ من هنا إن يعني التروبيكلز اللي حوالين خط الاستواء سواء في الصيف أو في الشتاء المطر يعني ما بتغيرش أو بيزيد ناحية الزيادة شوية هو. أما الساب تروبيكلز اللي هي زي بلادنا هنا كده فالمطر فيها بيقل في الشتاء وبيقل كمان في الصيف، لو صح يعني السيميوليشن اللي معمولة واستنتج على أساسها هذا الكلام. فبيقول لك هو مور ووتر فيبر في الأتموسفير لأن البحار هيتبخر منها مية أكتر، لكن مور أريديتي يعني أكثر قحولة، يعني الدنيا والأراضي تبقى قاحلة أكتر. الرسمة دي بس هننهي بيها كلامنا أو مش ننهي، يعني بنقول إن الناس في أمريكا يعني ابتدوا يبصوا للموضوع بمنتهى الجدية، رغم يعني إن يعني ما أثير من موضوع انسحاب أمريكا من الـ Paris Agreement والمعاهدات الدولية بتاعت كلايمت وكده، لكن الناس الحقيقة العلماء ما زالوا بيشتغلوا وابتدوا يدوروا حتى ان السبيشيز بتاع التعبان ده اللي هو الجاينت بايثون التعبان الكبير ده، وده من التعابين العاصرة اللي هو بيلف نفسه حوالين الفريسة علشان يعصرها ويموتها وبعد كده ياكلها، هو كان بيعيش في حتة معينة اللي هي تقريبا بالاخضر هنا، لكن مع وجود كلايمت وكلايمت تشينج وتغير الحرارة وتغير البريسيبيتيشن أصبح الأخضر ده بيزيد، وابتدى الأصفر ده اللي هو maybe يعني ممكن إن هو يعيش فيه بقى يزيد، وبالتالي بيستنتجوا إن يعني ممكن بنهاية القرن إن السنيكس دي تبقى بتستوطن تلت الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا بقى في بلادنا في أفريقيا مثلا نبتدي نبص مش على السنيكس ولكن نبتدي نبص على الموسكيتوز مثلا، البعوض اللي هو بيسبب الملاريا
والحاجات التانية اللي زي كده، ده كان بيعيش في حتت معينة، لما الجو هيتغير ويبقى أكثر حرا عن ذي قبل يبقى الملاريا دي بدل ما كانت ليها بلت استوائي برضو، لا هتبتدي تطلع لفوق ولتحت يعني شمالا وجنوبا، وممكن توصل لشمال السودان كمان، وتبقى الدنيا يعني أصعب. السلايدز بقى من هنا الأربعة خمسة ست سلايدز اللي جايين دول حسبه لكم تقروهم، وات كود بي دان يعني احنا طب نعمل ايه يعني، سواء كأفراد أو كمؤسسات أو كدول المفروض إن احنا نعمل ايه. حاجات كتير في إيدينا إن احنا نعملها، يا ريت نقراها كده، لأن بقية الكورس هنتكلم في ممكن نعمل ايه وإزاي نقدر نستخدم إنرجي بشكل مختلف ويبقى أسلوب حياتنا متغير لما هو أفضل يعني في الحفاظ على البيئة اللي احنا عايشين فيها، والتقليل شوية كده من الانبعاثات اللي بتطلع مننا. طبعا ده أوتوبيس أو زي ما انت شايف ماشي بالإيه ده، بص كده كويس، والعربيات اللي هي الهايبريد يعني أو اللي ماشية بالكهرباء، أمثلة كتيرة يعني على استخدام الفوسيل فيول. و طبعا اللي قدامنا ده السولار بانلز يعني اللي على الشمال، واللي على اليمين ده اللي هو الويند دريفن بروبيلرز يعني اللي هي رينيوبل انرجي عموما، و ايفنتس تانية كتيرة ممكن نقلل emissions، الريسايكلينج بتاع الويست بتاعنا، تقليل استخداماتنا في المياه وهكذا.